ازيكم، هنشرح النهارده كوميونتي، هنشرح الميديكال ريكورد اللي هي التقارير الطبيه. اولا عايزين نعرف يعني ايه ميديكال ريكورد، طب ايه اهميته، طب مين اللي بيعمل الميديكال ريكورد ده، مين الاونر بتاعه، طيب هل في منه انواع، هل التقارير الطبيه دي في منها انواع، طيب ايه المعلومات اللي بكتبها، ايه المعلومات اللي بكتبها فيها عن المريض، تقارير طبيه جواه معلومات طبيه عن المريض، ايه انواع المعلومات اللي بكتبها فيه. طيب افرضي وانا بكتب المعلومات دي عملت غلط، هعمل كوريكشن للمعلومات دي ازاي؟ طيب المعلومات دي ازاي بقى، وانا هعمل تقرير طبي بقى ايه الادوات اللي احتاجها، وبرتب الفايلات بتاعه التقارير الطبيه دي ازاي. هو ده اللي هنعرفه النهارده في محصلتنا بتاعه الميديكال ريكورد. هاي دي العناوين، ايه هو الميديكال ريكورد اصلا، ايه اهميته، مين الاونر شيب يعني مين اللي بيكتبه، ايه انواع الميديكال ريكورد اصلا، طب ايه انواع الانفورميشن اللي بكتبها فيه، طب لو انا بكتب انفورميشن حصل فيها غلط ازاي هعمل كوريكشن اصحح المعلومه زي الموجوده في التقرير الطبي ده. طيب ايه هي الفيلنج بروسيدجر، ازاي املى الميديكال ريكورد ده. الميديكال ريكورد ده عباره عن وثائق، وثائق ايه، وثائق بيبقى فيها كل تفصيل عن العيان، ايه هي البيشنت هيستوري بتاعته، ايه هو كان جاي يشتكي من ايه، وانا لما كشفت عليه لقيت ايه، العلاج اللي كتبته له، كل الكلام ده بكتبه عن المريض. يبقى ده عباره عن دوكيمنت بتكسبلين الديتيلز اباوت البيشنت هيستوري، الكلينيكال فايندينج، الدياجنوستيك تيست ريزلت، بري اند بوست اوبرتيف كير، يعني قبل العمليه، تقارير قبل العمليه واللي بعد العمليه وكده، تمام. ده بالنسبه للميديكال ريكورد، لو جالك ام اس كيو فهو حاجه سهله باذن الله. طيب تاني حاجه، ايه اهميه الميديكال ريكورد، تلات حاجات للطبيب وحاجه للمريض. ايه تلات حاجات للطبيب، اول حاجه ان بيساعد الطبيب ان هو يعرف حاله العيان، مش كل مره يجي عيان، ده طبعا الدكتور بيجي له عينين كتير، يجي اول مره العيان جاي يعيد كشف تاني او استشاره، يعني ممكن ينسى تفاصيل العيان، يكون العيان مثلا عنده صلفة وهو حساس للصلفة مثلا، وهو تاني مرة في زيارة نسي مثلا ورايح يكتب له دواء فيه صلفة. الميديكال ريكورد بيفكر الطبيب دايما بالحالة الصحية بتاعة المريض، وبيدي يديله رعاية افضل، يديله بيست كير، تمام. يبقى ده علشان الطبيب، تلات حاجات عشان الطبيب، اول حاجة ان الطبيب يدي رعاية بيست كير للمريض، طب تاني حاجة ان يحمي نفسه لو المريض ادعى على الدكتور مثلا ان هو اخد منه عضو من اعضاء اثناء العملية او كده، لا يقول له لا ده انت عندي في تقرير طبي اهو ان انت الاشعة بتاعتك بتقولك ان انت اصلا ما كانش عندك الموضوع ده قبل العملية، كانش عندك الحاجة دي قبل العملية، تمام، ان انا ماليش ذنب يعني، او العملية ملهاش ذنب بالموضوع ده. ده يبقى اول حاجة عشان اقدم رعاية للمريض، تاني حاجة ان انا احمي نفسي من المريض، تالت حاجة في الاحصائيات علشان مثلا اشوف الناس، لقيت مثلا جبت التقارير الطبية لقيت كل الناس عندهم لانج كانسر كان سموكر في الهيستوري بتاعتهم، تمام، فايه فابدا اربط ايه علاقة السموكينج باللانج كانسر ده فور اكزامبل يعني. وحاجه واحده بقى للمريض ان هو تعمل فاينانشال، بص الكلمه الغريبه دي معناها يعني تعويضات ماليه لو حصل له اي حاجه في العمليه او كده، فيبقى معاه اثبات بحالته الصحيه كانت ايه، وان العمليه دي جابت له اضرار او كده، او ان كان في تقصير او اهمال. فدي اهميه الميديكال ريكورد، تاني حاجات للطبيب، اول حاجه انه يقدم بيست كير، تاني حاجه انه يحمي نفسه من المريض ليجال بروتكشن، تالت حاجه يعني ان هو بيعمل ستاتيكال انفورميشن، رابع حاجه يطلب تعويضات ماديه المريض. الاونرشيب يعني ايه، يعني مين بقى اللي بيعمل ميديكال ريكورد ده، مين، الدكتور او المستشفى، فاللي بيعملها الميكر بتاعي هو الفيزيشن او الميديكال فاسيليتي، تمام. وطبعا التقرير الطبي ده الدكتور والطبيب والدكتور هما بس ليهم حق ان هما يطلعوا على المعلومات اللي في قلب الميديكال ريكورد، البيشنت له الحق ان هو يطلع على المعلومات اللي في قلب الريكورد ده. طيب في بقى ملحوظات صغيره كده، يبقى اول حاجه عرفت تعريف ايه هو الميديكال ريكورد اصلا، بعد كده عرفت ايه اهميته، ثلاث حاجات للدكتور وحاجه للمريض، ان الدكتور يعمل بيست كير ويعمل بروتكشن لنفسه، وايه وان هو يعمل احصائيات، والمريض بقى عشان ايه، عشان بقى حاجات ماليه بقى فاينانس وكده، ان هو تعويضات ماليه وكده. طيب الاونرشيب قلنا ايه، قلنا الدكتور او المستشفى اللي هو الميديكال فاسيلتي. ملحوظات بقى صغيره، ان الميديكال ريكورد دي المفروض تكون محطوطه في مكان كيبت كونفيدنشلي، يعني المفروض انها تكون محطوطه في مكان سري، او مكان يعني يكون مش اي حد يطلع عليها، او مش اي حد يسرقها، لا تكون في مكان امان، تمام، ومقفوله كويس،
مقفول عليها كويس، الاوضه اللي هي محطوطه فيها مقفول عليها كويس تمام. وكمان المفروض ان تقرطه بيدي ما تخرجش بره المستشفى، ما تخرجش بره الميديكال فاسيليتي او العياده، ما تخرجش براهم تمام. دي ملحوظه بس كده. في كمان ملحوظه، ايه اللي ملحوظه؟ استنى، في كمان ملحوظه ان التقارير الطبيه دي المفروض انها تكون محطوطه في طريقه، تكون محطوطه في طريقه ان انا يحصل ايزي ريتريفال، يعني ان المفروض ان انا اعرف استرجعها بسهوله، وتكون منظمه كويس، اورجنايزد كويس، تكون الانفورميشن كومبليتلي ليجابل، تكون المعلومات واضحه جدا، وتكون اكيوريت دقيقه، وتكون سهله ان انا افهمها، اللغه بتاعتها تكون ايزلي اندرستود تمام. يبقى ده بالنسبه للايه، للمعلومات الطبيه يعني اللي موجوده في التقرير. يبقى اول حاجه عرفناها عن التقارير الطبيه ايه، عرفت اول حاجه تعرفها دي عباره عن دوكمنت في قلب كل تفصيل تخص الحاله المرضيه، الامبورتنس 3 للمريض، 3 للطبيب وواحده للمريض، الاونر المستشفى او الميديكال فاسيلتي. وعرفنا ملحوظتين، ان تكون محطوطه في مكان امن، وان هي المريض له الحق ان هو يطلع عليها، وان المفروض ان هو تكون ايزي ريتريفر، تكون اورجنايزد، تكون كومبليتلي ليجابل، تكون اكوريت، تكون ايزلي اندرستود، وجرامر كمان يكون صح. خلوا الجرامر صح يا جماعه في التقرير الطبي. طب ايه اللي عنوان على ايه انواعه بقى، ايه انواع التقارير الطبيه دي؟ هل هي انواع؟ في تقارير طبيه ورقيه، في تقارير طبيه الكترونيه. يبقى في تقارير طبيه ايه؟ ورقيه. في تقارير طبيه ايه؟ الكترونيه. قبل ما ناخدهم يعني، ده هناخد يعني في اماكن بيكون فيها ايه، بيكون فيها ان المريض يروح للدكتور، دكتور يكشف عليه وكده، ياخد منه هيستوري وقاعد على الكمبيوتر يسجل كل الكلام ده. بعدين يجي المريض، فين يا دكتور، يقول له اعمل التحليل كذا، فين الورقه اللي المفروض هوديها للمعمل التحليل عشان اعمل تحليل؟ لا انزل انت بس، وهم عارفين هيعملوا لك ايه. ينزل يعملوا له التحليل فعلا، عارفين ايه، يكون الدكتور بعت من على الكمبيوتر من السيستم بتاعه للسيستم بتاع اللاب ان هو يعمل ان المريض ده هيعمل تحليل كذا. طيب بعد ما خلص التحاليل في ايه، تيجي تاخد من الناس اللي في المعمل التقرير؟ لا، التقرير وصل للدكتور، تطلع للدكتور التقارير عنده، يكتب لك على علاج، يقول لك انت تنزل تاخد العلاج من طب فين الورقه اللي هاخد فيها العلاج، فين الروجيتا؟ لا، ما فيش روجيتا، انت هتنزل هتلاقي من السيستم بتاعي، هتاخد شنطه عليها اسمك، فيها الادويه والجرعات بتاعتك بالظبط، كل حاجه من الصيدليه تحت ازاي، الكلام الروجيتا اتبعتت من الدكتور للصيدلي من خلال السيستم عادي جدا تمام. وكمان مثلا ممكن تاخد راي الدكتور، ياخد راي الطبيب، هل في كونتر انديكيشن للدواء ده، مش عارفه ايه اللي هو وظيفه الصيدلي اصلا مش وظيفه الدكتور. فيبدا كل ده، في مثلا حاله مستعصيه ولا حاجه يكون، او حاله معقده مثلا، فيبدا الدكتور ياخد راي ناس تانية، ده كله هو قاعد مكانه تمام. فيكون الفايل بتاع المريض بيطلع عليه كذا حد، الدكتور والناس بتاع الدكتور والصيدلي والراجل بتاع والشخص اللي هو في المعمل والخبراء اللي هو لو بياخد راي زميله او حد من الدكاتره اكبر منه، كل ده هيكون نفس الفايل بتاع المريض، نفس التقرير الطبي بيطلع عليه كل دول في نفس الوقت. طيب ايه عيوب بقى البيبر بيزد ميديكال ريكورد اللي هي في ورقه؟ ان هو المفروض ايه، انه شخص واحد بس اللي بيطلع على الايه، على التقرير الطبي ده، وان بيرسون بس اللي ممكن يقدر يستخدم الريكورد في نفس الوقت. اما في الالكتروني اهو، في الالكتروني ان اكتر من شخص ممكن يفتح يشوف التقرير الطبي في نفس ذات الوقت. طيب تاني حاجه، ان البيبر بيزد ميديكال ريكورد الورقه ممكن تضيع، تقع، ممكن سليبد اوت تقع، او لوست، او مس فيلد، تتحط في فايل غلط، يعني تحليل معين يتحط في فايل بتاع شخص غير شخص تمام. فايه، فنط يعني الموضوع بقى ايه، ماهوش حلو خالص، ماهوش امن خالص تمام. على عكس طبعا الالكترونيك، الالكترونيك ايه، الالكترونيك لا، بتبقى المعلومات متخزنه ومحطوطه في مكان، في ممكن يطلع على المعلومات دي من كذا مكان ومن كذا سيتي حتى، يعني ممكن باخد راي الطبيب زميلي في محافظه تانية اصلا، في مدينه تانية، يبقى مطلع على الميديكال ريكورد في محافظه تانية، ممكن يكون في مستشفى تانية، يبقى في فرايتي اوف فيزيكال لوكيشن، في كذا مكان. ده في الالكترونيك، ان هو ممكن اشوف التقرير الطبي في كذا فيزيكال لوكيشن، وفي حتى في ستيت، ولايات مختلفه او مدن مختلفه. اما هنا طبعا لا، في البيبر لا. كمان البيبر
ممكن اصلا يحصلوا ميس بليس. يعني احنا نعرف ان المفروض بنحط مثلا تقارير ليها علاقه بحالات القلب في حته والكلى في حته والكبد في حته، المفروض حاجات كل حاجه لوحدها تمام. ممكن يحصل ميس بليس ان انا اجي احط الفايل احط اتلخبط احطه في مكان غير المكان، لكن الكترونيك بيبقى الموضوع منظم اكتر وبيكون دقيق اكتر تمام. يبقى ده عيوب البيبر. عيوب البيبر ان هو only one person، ان الورق ممكن يحصل لها lost او slip out او يحصل لها misplaced. يبقى ايه lost و misplaced، lost او misplaced، وايه وان شخص واحد بس one person بس ممكن يطلع على الميديكال ريكورد في نفس في نفس الوقت. يعني امال بقى الكمبيوتر، ان الكمبيوتر ممكن كذا شخص ومن كذا مكان ومن كذا بلد، يبقى كذا شخص كذا مكان كذا بلد. وحتى الانفورميشن مثلا لو حد حصل له حادثه بعد فتره لا قدر الله ودخل المستشفى محتاجين يعرفوا هل الشخص ده عنده سكر مثلا، عنده قلب، عنده، عشان يشوفوا مثلا ايه اللي ينفع يستخدموه وايه لا. شخص في حادثه ايه يحتاجوا ازاي المعلومات دي عشان يجيبوها بسرعه، يجيبوا ازاي التقارير الطبيه بتاعه حالته الطبيه ازاي، عن طريق الكترونيك بيجيبوه سهله جدا. مجرد يبحثوا عن الاسم ياخدوا التقرير الطبي اللي عن المريض ده تمام. في حالات الامرجنسي سيتويشن بيفيدني جدا الكمبيوتر بيزد ميديكال ريكورد. اتفقنا؟ يبقى تاني البيبر، البيبر شخص واحد بس، الورق ممكن يحصل له لوست ممكن يحصل له ميس بليزد. امال الالكترونيك اكتر من شخص اكتر من مكان اكتر من مدينه، وايه وبتفيدني جدا في الامرجنسي سيتويشن. الاورجنايزيشن اوف الميدي دي، يبقى احنا في ايه، احنا خدنا اول حاجه تعريف الميديكال ريكورد، خدنا اهميته، خدنا الاونرشيب بتاعته، بعد كده خدنا انواع الريكورد. انواع الريكورد قلنا ايه، قلنا بيبر او الكترونيك. تاني حاجه ممكن يبقى عندي انواع تانية للريكورد بس على حسب حاجه تانية، على حسب الاورجنايزيشن. في نوعين من الميديكال ريكورد، في حاجه اسمها سورس اورينتد ميديكال ريكورد وفي بروبلم اورينتد ميديكال ريكورد. يبقى عندي سورس اورينتد وبروبلم اورينتد. يعني ايه السورس اورينتد ده؟ نعرف انه عباره عن قسمين اتنين، تو سيكشن. يعني ايه قسمين اتنين؟ امال البروبلم اورينتد ده عباره عن فور سيكشن، اربع اجزاء. طيب ها يعني اجزاء ايه؟ مش فاهمه، هنفهم دلوقتي اهو. السورس اورينتد عباره عن جزئين اتنين بس، جزء بيكتب فيه بيانات المريض اسمه وعنوانه وسنه مش عارفه ايه، طيب، والجزء الثاني بيتحط فيه بقى كل التقارير والاشعه والتحاليل وكل الكلام ده. دول التو سيكشن، وده اللي بنشتغل عليه في مصر او بنشتغل عليه في معظم الاماكن بتشتغل اللي هو السورس اورينتد عندنا في مصر. طيب امال ايه النظام التاني والاحسن اللي هو اسمه بروبلم اورينتد ريكورد؟ ده عباره عن اربع سيكشن، اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ اول حاجه الداتابيس، تاني حاجه بروبلم ليست، تالت حاجه تريتمنت بلان، بعد كده بروجنوزس نوت. ايه اللي انا قلته ده؟ هنعرف بالتفصيل. اول حاجه بداتابيز، داتابيز اول حاجه ايه؟ الداتابيز. ايه الداتابيز دي؟ الداتابيز دي كل المعلومات اللي عن المريض اسمها داتابيز، سواء المعلومات دي المريض اللي قالها لي او اللي انا لما كشفت عليه شفتها او لما عملت تحاليل معينه عرفتها، كل دي اسمها داتابيز تمام. تمام. يبقى البروبلم نوع من انواع الريكوردات. احنا بنتكلم في انواع الريكوردات، قلنا بيبر والكترونيك، وانا ممكن في انواع تانية زي حاجه اسمها يعني بتقسيمه تانية، يعني في انواع لا اما سورس وبروبلم سولفينج. قلنا احنا بنستخدم سورس ده التراديشنال او اللي انا بستخدمه على طول، وده بيتكلم بيتكون من اتنين سكشن بس، سكشن في قلبه تفاصيل المريض وسكشن في قلبه التقارير والتحليل وكل الحاجات التانية. طيب امال البروبلم سولفينج قلنا ده عباره عن اربع اجزاء، اول جزء اسمه ايه؟ داتابيز، يعني كل المعلومات اللي عن المريض، قاعدة البيانات اسمه قاعدة البيانات. ايه بقى؟ سواء المعلومات دي المريض هو اللي قالها لي زي الهيستوري، او المعلومات دي انا اللي شفتها لما عملت له فيزيكال اكزامينيشن، او المعلومات اللي انا اللي عملتها دي عن طريق التحاليل، عرفتها عن طريق تحاليل معينة عملتها للمريض، كل ده اسمه داتابيز. طيب تاني حاجة بروبلم ليست، بعد ما كتبت خدت كل البيانات اللي عن المريض سواء هو اللي قالها لي ولا انا اللي حصلت عليها ولا المعلومة اللي قالها لي، ببدأ اعمل بروبلم ليست. يعني شوف المريض ده عنده مشكله ان السكر بتاعه عالي، عنده مشكله ان الكوليسترول بتاعه، عنده مشكله في الكبد كمان. بدات عملت البروبلم ليست، عملت ايه المشاكل اللي عايزه تتحل عند المريض، دي اسمها بروبلم ليست. دي تاني سيكشن، تاني جزء من التقرير بروبلم ليست. طيب تالت جزء من التقرير، تالت جزء من المريض اسمه تريتمنت بلان، ايه خطه العلاج بتاعي بقى. طيب رابع جزء البروجريس نوت، وهنعرف يعني ايه بروجريس نوت. دي نوت كده في الاخر زي اختصار كده لحاله المريض، اختصار لحالة المرض اسمها بروجريس نوت، عشان كده اسمها نوت.
يبقى عرفنا ايه الداتابيس ده، كل الحاجات اللي عن المريض، سواء بقى شكوى الرئيسيه بتاعته، هو البريزنت إلنس ايه المرض اللي عنده حاليا، البيشنت بروفايل يعني ايه البيشنت بروفايل يعني عنوان المريض، لو عنده فاميلي هيستوري، لو عنده حساسيه من حاجه معينه، ده كله اسمه بروفايل. طيب ريفيو اوف سيستم، حالته الصحيه، شوف السيستمز بتاعه بقى كده في جسمه كويسه ولا لا، فيزيكال اكزامينشن لما عملت له فحص شفت ايه، لما بعته للمعمل لقيت عنده ايه، دي كلها اسمها داتابيس. ثاني حاجه بروبلم ليست، قلنا دي المشاكل اللي عند المريض وانا المفروض اشتغل فيها. حتى بيقول لك ان حتى السوشيال والديموغرافيك ترابلز، مشاكل اللي هي الاجتماعيه واللي ليها علاقه بالديموغرافي بتتكتب. بعد كده تريتمنت بلين بقى، هشوف بقى انا ايه العلاج اللي كتبته له، وايه لو في حاجه تانية المفروض يعملها، ايه اديشنال ورك اب ممكن هعمله على المريض، هتابعه ازاي وكده، كل ده المفروض يتكتب، والمفروض ان كل خطه يتحط لها كده اتش بلين استتلت تتكتب وتترقم. تمام، كل يعني كل بروبلم معينه، مش احنا كتبنا بروبلم ليست، كل بروبلم اشوف ايه خطه العلاج اللي انا هشتغل عليها، يعني البروبلم دي ايه خطه العلاج بتاعتها. بروجريس نوت بقى، قلنا البروجريس نوت دي نوت كده في الاخر عن الحاله المرضيه للمريض ده. طب بكتب فيها ايه النوت دي؟ بكتب فيها حاجه اسمها حاجات بحروف كلمه سوب، يبقى دي الخلاصه، يعني البروجريس نوت دي الخلاصه بتاعت التقرير الطبي. تمام، الخلاصه دي بيتكتب فيها ايه، اسم المريض وعنوانه برده مش عارفه ايه وكده، وبيكتب تحتها بقى الخلاصه، ايه الخلاصه اللي هي جمعناها في كلمه سوب. اول حاجه الاس السبجكتيف امبريشن، يعني ايه؟ يعني انطباعي عن المريض، انا شايف المريض حالته ايه، يعني وانا شايفاه كده حالته سيئه ولا حالته كويسه، ده اسمه سبجكتيف امبريشن، انا حاسه كده ان هو عنده ايه. تمام، ده انطباعي انا عن المريض. حاجه اسمها اوبجكتيف امبريشن، ده بقى مش انطباعي بقى واللي في دماغي، لا، التحاليل قالت لي الشخص ده عنده ايه، الاكزامينيشن وتقارير المعامل قالت لي ان الشخص ده عنده ايه. طيب الايه اللي هي الاسسمنت او الدايجنوزس، طب انا عرفت انطباعي وشفت التحاليل، ايه بقى الدايجنوز اللي انا كتبته للمريض ده. تمام، بي بقى البلين، البلين بتاع التريتمنت، ايه الخطه اللي انا حطيتها لعلاج المريض ده. يبقى البروجريس نوت دي نوت كده في الاخر، في اخر التقرير بكتبها، بكتب فيها اسم المريض وعنوانه وشويه تفاصيل عنه، بعد كده بكتب حاجات بحروف كلمه سوب اللي هو سبجكتيف امبريشن، رايي انا وانطباعي عن المريض. الاوبجكتيف اللي هي الساينز، الحاجات اللي لقيتها بقى نتيجه المعامل ونتيجه الكشف بتاعي. الاي الدايجنوزس اللي هو الاسسمنت، البي البلان بتاع التريتمنت خطه العلاج، دي اسمها بروجريس نوت. بصوا يبقى احنا كده خلصنا رابع عنوان، خدنا تعريف الميديكال ريكورد، خدنا اهمية الميديكال ريكورد، ثلاثة للطبيب وواحدة للمريض، خدنا الاونر، بعد كده خدنا انواع الريكورد، قلنا بيبر والكترونيك، وخدنا بطريقة تانية ان في حاجة اسمها سورس اورينتد وحاجة اسمها بروبلم سولفينج اورينتد. وبعد كده خدنا البروبلم دي عبارة عن اربع حاجات، خدت عن كل حاجة من الاربعة دول شوية معلومات. تمام، ايه بقى انواع المعلومات الطايب بتاعت الانفورميشن اللي انا هكتبها في الريكورد ده؟ ايه انواع الانفورميشن؟ او ثلاث انواع من الانفورميشن، الهيستوري او بسميها سبجكتيف، الهيستوري بسميها ايه؟ بسميها سبجكتيف انفورميشن. يبقى ايه هي السبجكتيف انفورميشن؟ اللي هي الهيستوري، يعني الكلام اللي المريض بيقوله، دي اسمها سبجكتيف انفورميشن. طيب تاني حاجة اوبجكتيف انفورميشن، اللي انا بقى شايفاه لما كشفت على المريض شفت ايه، لما عملت له تحاليل شفت ايه. تالت حاجة اللي اتشف كومبلين، اللي هو الشكوى الرئيسية بتاعت المريض. تمام، يبقى انواع الانفورميشن بتاعتي، اول حاجة هيستوري، الشاف كومبلين، والاوبجكتيف انفورميشن. اول حاجة الهيستوري، الهيستوري في حاجة اسمها كومبليت كيس هيستوري، اللي يبقى فيها المعلومات، يعني الهيستوري الكاملة بتاعتي، اللي هي عبارة عن ايه، اسم المريض واسم اولياء اموره وعياله لو عنده عيال، والماريتال ستيتس، متجوز ولا لا، والسكس، واتولد امتى، وعدد عياله، وبيشتغل فين، ورقم تليفونه، وعنده رخصة قيادة ولا لا، يعني ايه، وبيشتغل فين، ومين المستشفى اللي بعتته، كل الكلام ده تفصيل بقى. لكن احيانا مش كل الناس بتاخد الكومبليت هيستوري دي، يعني في بعض الاقسام بتاخد، بتهتم بجزء معين، اقسام يعني قسم الاطفال بيهتم بقسم الوراثه او كده، كل قسم بيهتم بحاجات معينه. يبقى الهيستوري ليها انواع، في حاجه اسمها كومبليت كيس هيستوري، دي اللي هي بتبقى فيها كل المعلومات، في بيرسونال اند ميديكال هيستوري، ديت
بيتم الحصول عليه عن طريق ان انا اسال المريض او اعمل له كوتشينير. كوتشينير يعني استبيان، ماشي. البيرسونال او الميديكال هيستوري دي بتتضمن ايه؟ بتتضمن حالته المرضيه، جالك امراض قبل كده، عملت عمليات قبل كده، هل عندك فيزيكال ديفكتس، اتخبطت قبل كده، جرالك حاجه قبل كده، عندك اي حاجه يعني، تمام. ده اسمه ايه؟ اسمه بيرسونال اند ميديكال هيستوري، تمام. ليفينج ويلز، عندك حساسيه معينه من حاجه، من حاجه معينه، كل الكلام ده، ده اسمه ايه؟ بيرسونال اند ميديكال هيستوري، عن عاداته الصحيه. طيب تاني نوع من انواع الهيستوري اسمه فاميلي هيستوري، اللي بيتعلق بالايه؟ بالامراض الوراثيه بقى، يعني صحه العيله بتاعتك، الفيزيكال كونديشن بتاعت الممبرز بتاعت البيشنت فاميلي. يبقى دلوقتي بتكلم على ايه؟ على الفيزيكال كونديشن بتاعت الفاميلي بتاعته. عنده باست إلنس او ديزيز بيأثر على العيله بتاعته، امراض وراثيه يعني، تمام كده، او اسباب الوفيات في العيله بتاعته، ان كلهم مثلا ميتين بالكانسر كده، فيبقى عنده ايه؟ عنده ريسك فاكتور. اخر نوع من انواع الهيستوري سوشيال هيستوري، اللي هو له علاقه بقى بالسوشيال، بالحياه الاجتماعيه، اللي هو الماريتال ستيتس، بيشرب الكحول، بيدخن، مدمن، عنده مشكله نفسيه، عنده ايموشنال انفورميشن، سايكولوجيكال انفورميشن، كل الكلام ده، اللايف ستايل بتاعته، تمام، بيلعب رياضه ولا لا، كده يعني. يبقى ايه؟ يبقى ايه هي انواع الانفورميشن اللي بكتبها في الطبيب في التقرير الطبي؟ قلنا ثلاث انواع، سبجكتيف وهي بتساوي كلمه الهيستوري، واوبجكتيف اللي هي بتساوي كلمه الساينز، العلامات اللي انا بلاقيها، وتشيف كومبلين. الهيستوري قلنا في منها كومبليت هيستوري، بيرسونال هيستوري، فاميلي هيستوري، سوشيال هيستوري. يبقى كومبليت دي الكامله، بيرسونال اند ميديكال اللي علاقه بحالته الصحيه هو، فاميلي هيستوري الحاله الصحيه لعيلته، سوشيال اللي علاقه بالحاجات السوشيال بقى الاجتماعيه. تاني حاجه بكتبها في التقرير الطبي الشكوى، من ايه الشكوى الرئيسيه بتاعتك، اشوف ايه طبيعه الشكوى بتاعته، مدتها، امتى هتحس بالاعراض دي، من امتى وانت بتحس بالاعراض دي، ايه رايك، تفتكر ايه رايك في ان بيجرى لك كده بسبب ايه، ايه رايك، إيه اسمع من مريض ايه رايه. كمان اساله هل انت كشفت قبل كده وخدت علاج، اساله. طيب تمام كده، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الشكوى الرئيسيه، بعرف طبيعتها، مدتها، امتى بدا يحس الاعراض ديت، يفتكر ايه هو البوسيبل كوزز، تمام، اوف الديفيكالتيز ديت، يقول له رحت للدكتور قبل كده وكشفت على الموضوع ده قبل كده ولا لا، او ايه العلاج اللي خدته. فدي كلها ايه؟ حاجات كده تفهموها، ومش بتحفظ، دي حاجات بتفهم كده وحاجات سهله يعني، تسمعوها وتفهموها كده، هو رغي نعمل ايه. طيب ايه الاوبجكتيف انفورميشن؟ وده ثالث نوع من انواع الانفورميشن، ودي الساينز، بتساوي كلمه ايه؟ الساينز يعني ايه؟ يعني انا شفت ايه على العيان، وايه نتيجه التحاليل والاشعه اللي هو عملها. اهو الاوبجكتيف انفورميشن عباره عن الفيزيكال اكزامينيشن، الدايجنوزس، اللابوراتوري راديولوجيكال ريبورت، والتريتمنت اللي هو انا كتبته بقى، والبروجريس نوت اللي بنكتبها في الاخر، تمام، وامتى الوقت اللي هيوقف فيه العلاج. دي ملحوظه بقى كده على جنب، ملحوظات بقى على جنب. دلوقتي احنا خلصنا انواع الانفورميشن، ناخد معلومات يعني ملاحظات كده، ان بي على الهيستوري، وان بي على الايه؟ على الاوبجكتيف انفورميشن، تمام. اول حاجه الان بي اللي على الهيستوري، بيقول لك ان الهيستوري دي بحصل عليها ازاي؟ بحصل عليها عن طريق كوتشينير استبيان، او عن طريق ان انا بعد اسال المريض كده شويه اسئله، تمام. مين اللي بياخد الكلام ده؟ الفيزيشن، الدكتور هو اللي بيسال المريض او المساعد بتاعه. او ايه دور الاسيستنت رول وين تيكينج البيشنت هيستوري؟ وانا باخد البيشنت هيستوري، الاسيستنت المفروض يعمل ايه؟ المفروض ان هو ياخد فيزيكال لوكيشن، يعني ياخد مكان معين، اللي هو ايه؟ يحقق ان المريض يحس ان هو في سريه، او يحس ان هو يعني ان هو بيتكلم في سريه مع الطبيب يعني بتاعه. كمان يسال اوبن كويتشن، يعني ما يقولش المريض انت حاسس بصداع، بتحس بصداع؟ طب بيجي لك كونستيبيشن، بيجي لك ضياريه، حاسس صدرك بيوجعك، حاسس بيجي لك فوميتنج؟ لا، ليه؟ لا ما نسالش كده، ليه؟ لان المريض هيقعد يقول لك في بعض المرضى بيحب يقولوا على كله، ليه؟ لانهم بيبقوا عايزين يكسبوا عاطفه الطبيب ده، ويحسوا ان كل الدنيا عليا، كل المشاكل عندي،
فده هيخلي في دماغهم ان كده هيحصلوا على اهتمام الدكتور وهياخدوا رعايه طبيه احسن. بس ده طبعا بيعمل دايجنوز غلط وبيبهدل الدنيا، بس هم بيبقوا عايزين يكسبوا عطف القدام فيحسوا ان كل الايه الدنيا فوقيها. فما نعمل لهمش مش مسليدنج، نساله اوبن كويتشن يعني انت حاسس بايه وسيبه هو اللي يتكلم، تمام؟ ما نسالهوش كلوز اند كويتشن اللي هو انت حاسس بصح انت حاسس بفوميتنج، ده اسمه ليدنج كويتشن، يعني بضطر ان انا اخليه يقول اجابه معينه. طيب تمام. دي ملاحظات كده عن الهيستوري، ممكن تيجي ام اس كيو او حاجه. اوبتين الديتيلز، اخد بقى التفاصيل بتاعته، تفاصيل بتاعه السيمتومز، بطنك بتوجعك من امتى، فين بالظبط الوجع ده كده، ناخد الديتيلز التفاصيل، والانفورميشن دي تكون يعني كونفيدنشال، يعني تكون ايه في السريه تامه، تمام؟ تكون ايه المعلومات دي بتاعه المريض تكون في السريه تامه، بستخدمها لغرض العلاج بس، مش لغرض ان انا انشر المعلومات دي عن المريض او اي حاجه تانية. ملاحظات بقى عن اللابوراتوري ريبورت والراديولوجيكال ريبورت. اللابوراتوري ريبورت المفروض يكون ليها حجم معين، وممكن يعني يكون ليها الوان معينه بحيث ان انا احصل عليها بسهوله يعني، تمام؟ يبقى اللابوراتوري ريبورت مثلا التحليل بتاع السي بي سي كل لونه بينك، وبتاع اليورين مثلا ان هو يكون لونه يلو، فبالطريقه دي ان هو يسهل على العيان اكتر، يسهل بقى على الدكتور ان هو مثلا عايز تحليل كذا فيعرف يجيبه بسرعه، يعني يسهل عليه، لانه بيبقى التقرير الطبي ده عباره عن مجموعه اوراق كتيره كده، فيبقى سهل عليه بقى هو عايز ايه بالالوان كده، ايه يعرف يخرج الورق بسرعه، تمام؟ او الراديولوجيكال ريبورت برضو بيبقى له حجم معين ستاندرد، وبرضو ممكن اخليه بالوان معينه بحيث ان هو يكون سهل عليا. بس وطبعا يكون الريسنت ريبورت بيبقى على السطح، هو بيبقى عمل تحاليل كتير او عمل اشعه كتير، الاشعه القديمه تبقى ورا والاشعه الجديده تبقى ايه على التوب على السطح يعني، تمام؟ على الوش بالظبط. يبقى دي احنا كنا بنتكلم على ايه، نتكلم على الميديكال ريكورد. ايه تعريف الميديكال ريكورد؟ قلنا دي وثيقه طبيه بتحتوي على كل حاله العيان. بعد كده ايه اهميتها، عرفنا ايه اهميتها، ثلاث حاجات للطبيب واحده للمريض. بعد كده ايه انواعها، بيبر والكترونيك، وفي بطريقه تانية ممكن نقسمها تقسيمه تانية اللي هو سورس اورينتد وبروبلم سولفنج اورينتد. وقلنا البروبلم سولفنج دي عباره عن اربع حاجات درسناهم بالتفصيل. بعد كده انواع المعلومات اللي باخدها، قلنا هيستوري ودي بتساوي كلمه سبجكتيف انفورميشن، والتشيف كومبلين شكوى رئيسيه، واوبجكتيف انفورميشن هي الساينز. طيب بعد كده، طيب وانا بكتب المعلومات دي بقى افرض حصل غلط وعايزه اصحح معلومه معينه، سوري يا جماعه عايزه اصحح، هنتكلم بقى على الكوريكشن بتاع الانفورميشن. بس في حاجه يعني نسيناها، حاجه صغيره خالص، ان بي برضو الان بي اللي هو البروجريس نوت، وقلناها قبل كده، قلنا ايه البروجريس نوت دي، قلنا مجموعه في كلمه سوب. طبعا البروجريس نوت دي من ضمن المعلومات اللي بتبقى موجوده يعني في ايه في الهيستوري، من ضمن الحاجات اللي بتبقى مكتوبه. اللي قلنا البروجريس نوت دي عباره عن كلمه سوب، الاس والاو والاي والبي. اللي قلنا الاس اللي هي سبجكتيف انفورميشن، والاو اللي هي اوبجكتيف انفورميشن، والاي اللي هو الاسسمنت او دايجنوزز، والبي اللي هي ايه والبيليا البلان بتاعت التريتمنت. بيقول لنا بقى ان البروجريس نوت ديت المفروض انها تكون محطوطه مع الميديكال ريكورد، ان انا البروجريس نوت دي تكون محطوطه مع التقرير الطبي بتاع المريض، وان الماست ليست اتش بيشنت فيزيت، ان كل بيشنت فيزيت يعني كل ما المريض يجي لي المفروض ان الحاجات دي تتكتب، كل مره جالي فيها اكتب ان المريض جالي تاني واديته علاج ايه ولقيته اتحسن ولا لا، كل الكلام ده، تمام؟ والتعليمات ورقم يعني اي تعليمات اديتها للمريض، او اي دواء كتبته للمريض، او وتليفون كولز يعني الارقام التليفونات اللي انا مديها له، عشان مثلا لو هو عايز نصيحه او انصحه على حاجه معينه او اي نوت عايز اديها له يكون معايا رقم التليفون بتاعه، تمام؟ كل الحاجات دي تكون مكتوبه على البروجريس نوت اللي هي ايه اللي هي حاجه كده زي ملخص، يعني ملخص الحوار. نيجي بقى لو عملت بقى معلومات غلط هصحح المعلومات دي، هل ينفع اصححها؟ على حسب المعلومات الغلط دي في ورقه ولا في الكترونيك. لو في ورقه، لو انا كتبت كلمه غلط او كتبت حاجه غلط في ورقه في التقرير الطبي في الورقه، هعمل ايه؟ هستخدم كوريكتور؟ لا ما ينفعش، ولا تستخدم كوريكتور ولا اي حاجه. امال المفروض اعمل ايه؟ المفروض اخد خط كده على الكلام وبعدين ايه اصحح الكلام فوقيه او تحت،
يبقى ما اخبيش الغلط. دونت هيد ذا ايرور، ما امسحش الغلطات دي واقعد اخبيها، لا عادي هسيبها. طيب امال المفروض اعمل ايه بقى؟ يبقى قلنا ان المعلومات ما هستخدم لهاش كوريكتور ولا استخدم استيكا ولا اي حاجه تمسح تمسح الخطا اللي انا عملته ده. امال هعمل ايه؟ وما اخبيش الخطا عادي. امال هعمل ايه؟ قلنا هكتب اول حاجه اعمل خط كده على الكلام وادخل الكلام الصحيح فوقيه او تحتيه واكتب كلمه جنب في نهايه الجمله كده، اكتب كوريكشن يعني تصحيح، يعني ان انا كتبت حاجه غلط وده تصحيح عادي جدا. ليه؟ عشان بيخافوا من حد يتلاعب في الملفات الطبيه، يعني يكون في تلاعب في الملف الطبي او التقرير الطبي، فعشان كده الموضوع بيتخاف قوي من موضوع حكايه تصحيح الاخطاء ده، فبيفتكروه ايه؟ تلاعب في الملفات الطبيه. طيب لو بقى بكتب تقرير الكتروني بقى، لو انا لسه بكتب لو الخطا ده اتعمل وانا بكتب اثناء التايبنج اثناء الكتابه عادي، هعمل باك سبيس اللي هو همسح كده الورق وصحح الغلط. طب لو انا بقى الايرور ديسكفرد ليتر، يعني اكتشفت الغلط ده بعد ما انا بعت او بعد ما عملت انتري للانفورميشن، هعمل ايه؟ هسيب التقرير المكتوب غلط ده زي ما هو وادخل تقرير تاني جديد بالمعلومات الصح. يبقى مش همسح التقرير الغلط ده، مش همسحه ولا هغيره، هسيبه زي ما هو وادخل ايه؟ هسيبه زي ما هو وادخل واحد تاني في قلبه المعلومات الصحيحه. اتفقنا كده؟ اه. don't delete او change the previous entry مش هعملها خالص. امال ايه هعمل؟ هعمل additional entry with corrected information، هعمل واحد جديد report جديد ومعاه ايه؟ المعلومات الصح. بس يبقى انا دلوقتي عرفت انواع الريكوردات وانواع المعلومات، ولو غلطت في معلومه معينه هعمل correction ازاي. طيب keeping records current يعني ايه الكلام ده؟ دي ملحوظات كده على جنب. ان انت وانت بتكشف على العيان ما تخليش الهيستوريز والتقريرات انها تتراكم فوق بعضها لمده طويله، يعني تملى اول باول كده، خدت هيستوري جديده او عرفت معلومه جديده عن الحاله المرضيه بتاعه المريض تبدا تضيفها للتقرير الطبي بتاعه اول باول، ما تسيبهمش لاكيوميليت يتجمعوا عليك. تمام؟ فتكون ايه؟ كيبت كارنت، يعني تكون متحدثه دايما، ان الريكوردات كيبت كارنت يعني كل ما الاقي حاجه جديده او تحديث جديد اسجله في التقرير الطبي بتاع العيان. ليه؟ لان المعلومات الموجوده في التقرير الطبي دي لازم تكون اكيوريت، تكون دقيقه جدا. ليه؟ لان الفيزيشن بيعتمد عليها في ان هو يعمل دايجنوزس وان هو يعمل تريتمنت، وحاله العيان كلها بتعتمد على الايه؟ على الميديكال ريكورد ده. فاهتم بالري ميديكال ريكورد، ما تخليه كارنت، خليه متحدث دايما، واي حاجه جديده ما تخليهاش اكيوميليت عليك، تسجلها اول باول في ايه؟ في تقرير طبي. يبقى انا دلوقتي خدت انواع الانفورميشن، بعد كده خدت ازاي اعمل كوريكشن للانفورميشن دي. ايه العنوان اللي بعد كده؟ لو انا دخلت عياده الطبيب، لا لسه في معلومه كمان ملحوظه كده، ان بي طبعا عارفين ان ورق الكربون ده اللي بيبقى موجود في الوصلات اللي احنا بندفعها او في الروشتات، ان بتلاقي دايما الروشته في تحتها حاجه شبه ورق كربون كده، بيطبع الروشته اللي انت كتبتها على ورقه تحتها. ليه؟ واخد ورقه اديها للمريض وورقه احطها في التقرير الطبي. بالظبط. بيقول لك بقى ان اي بريسكريبشن، اي حاجه تكتبها للمريض المفروض تكون ايه؟ يعني نسخه في التقرير الطبي ونسخه في ايه؟ ونسخه معايا. لو انا كتبتها في ورق اللي هو ما بينسخش اوتوماتيك ده اللي هو الكربون ده، لو ما كتبتهاش فيه المفروض ان انا ايه؟ المفروض ان انا اخلي اكتب الدواء ده، اكتب اجيب حاجه تانية اكتب فيها المفروض يعني، واسجل البريسكريبشن اللي انا كتبتها للمريض ده اسجلها عندي في التقرير الطبي اهو. all prescription must be noted in the medical record including refill called in auto the patient pharmacy. اي حاجة كتبتها يعني ان هو تبع الصيدلية المفروض الحاجات دي كلها تكون متسجلة يعني ومحطوطة في التقرير الطبي بتاع المريض اهو. وده برضو اللي هو الورق اللي هو some prescription pads are printed on non-carbogenic required paper. تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الورق اللي هو بيطبع ده على طول، فيعمل لك كوبي للتقرير الطبي وكوبي للمريض، نسخه فيها العلاج للمريض ونسخه فيها العلاج عشان احطه في التقرير. دي ملحوظه كده على جنب. يبقى انا عرفت انواع الانفورميشن اللي هما ثلاثه كبار، هيستوري اللي هي بسميها سبجكتيف، والساينز اللي هي اسمها اوبجكتيف، والشيف كومبلين. بعد كده عرفت الكوريكشن لو هي في بيبر ولو هي في الكترونيك. طيب ايه لو انا دخلت عياده الدكتور بقى كده ولقيت عنده تقارير طبيه سواء بقى ورقيه او الكترونيه اي حاجه، بس ايه انواع التقارير اللي هلاقيها عنده؟
هلاقي ثلاث انواع. حاجه اسمها اكتف اللي هو تقارير طبيه ليها علاقه بالحالات اللي هي كل شويه تروح بتيجي تكشف عند الدكتور ده كل شهر او كل اسبوعين بتيجي تتابع مع الدكتور، فدي اسمها اكتف فايلز. اكتف فايلز لا مريض بيروح ويجي للدكتور، تمام. currently receiving treatment يعني مريض بيتعالج حاليا بياخد العلاج حاليا. امال الان اكتف فايلز اللي هو المريض اللي ما جاش للدكتور بقاله 6 شهور لسنه، ده خلاص يعتبر خلص العلاج بتاعه او خف الحمد لله وبقاش يجي للدكتور تاني، تمام. قعد 6 شهور لسنه ما بيجيش للدكتور، دي اسمها ان اكتف فايلز. ومجموعه الفايلات الاخيره اسمها كلوزد فايل اللي هو حد بقى سافر هاجر خلاص يعني ما عادش يجي تاني عند الدكتور ده، فدي اسمها كلوزد فايلز. يبقى اكتف وان اكتف وكلوزد. اكتف مريض لسه بيستقبل العلاج، ان اكتف مريض ما جاش للدكتور بقاله 6 سنه 6 شهور لسنه، كلوزد فايل حد بقى مات هاجر كده. طيب يعني دلوقتي الدكتور مفروض يقعد يرتب الفايلات بتاعته دي، يعمل لها ري انرينجد ليه؟ عشان يحط الاكتف فايلز دي في حته والان اكتف في حته والكلوزد في حته تانية. فده يخليني اعرف حاجه اسمها ترانسفير اوف ريكورد، ازاي انقل الريكوردات من الاكتف لان اكتف لكلوزد. فده يخليني اخد عنوان اسمه ريتينشن اند ديستراكشن. يعني ايه؟ يعني التقرير الطبي بتاع الشخص اللي بيجي عندي ده هحتفظ بيه لمده قد ايه بعد كده اتخلص منه، او امتى احوله من اكتف لان اكتف لكلوزد، امتى بعد قد ايه. غالبا معظم التقارير الطبيه عندنا في مصر ده بيعتمد على حسب السياسه اللي انت يعني اللي متبعه في دولتك او في المنطقه اللي انت فيها. عندنا في مصر بنحتفظ بالتقارير الطبيه لمده 10 سنين، اقل حاجه 10 سنين. طيب ممكن مدات اطول عادي. طب لو شخص طفل او كده بحتفظ بالتقرير الطبي بتاعه لحد ما يوصل للليجال ايج للسن القانوني، او بعد ما يوصل للسن القانوني بسنه سنتين كده سنتين ثلاثه. يبقى لو هو شخص طفل بحتفظ بالتقرير الطبي بتاعه امتى؟ لو اهله طفل يعني واهله جايين يكشفوا عليه بحتفظ بالتقرير الطبي بتاعه امتى؟ لحد ما الطفل ده يوصل للليجال ايج للسن القانوني بعده ايه؟ بعده بسنتين ثلاثه كده، اتفقنا. وبعد كده بتخلص من الملف الطبي بتاعه اللي عندي. لو جه بعد كده اعمل واحد جديد خلاص بقى اللي فات ميت. طيب ده بالنسبه للريتينشن اند ديستراكشن. بيتبع ايه يعني المده دي ليها 10 سنين دي؟ هل كل الاماكن 10 سنين؟ لا، ده بيعتمد على حسب اللوكال او الستيتال او الستيت او الفيدرال جايد لاينز. اللي هو ايه الفيدرال؟ اللي هو الفيدرائيه يعني على حسب المكان اللي انت فيه الفيدرائيه اللي انت تبعها او كده بتتبع قد ايه. زي مثلا في اليونايتد ستيت بيتبعوا قد ايه؟ بعد 6 سنين. اما عندنا في مصر 10 سنين، تمام. يبقى في بقى جمله كده معقده نفسيا، الجمله دي كانت معقداني برضو. ان موست كيسز في معظم الحالات بتحتفظ بالميديكال ريكورد على الاقل مده as long as يعني تحتفظ بيهم بمده as the length time of stature of limitation for medical professional liability. يعني ايه الكلام ده؟ liability claims يعني بتحتفظ فيها المده اللي ممكن المريض يجي طالبك بتعويضات. professional liability claims يعني يعني اللي هي الدعوات ان انا ارفع عليك قضيه كدكتور، ارفع عليك قضيه دكتور اقول لك ان انت العمليه بتاعتك عملت فيها كذا، تمام. فده ايه؟ فده كده اسمه اللي هو الميديكال بروفيشنال لايبيليتي كليمز. فاحتفظ في الملفات الطبيه ديت طول المده اللي هو ممكن يحصل فيها ايه شكوى قضائيه. في حاجه سلايد دي مش مهمه لانها اصلا مش ما بنستمشيش عليها عندنا هنا في مصر، دي تبع اليونايتد ستيت ان هم الميديكير او الميديكيد اللي هم الاشخاص اللي بيقدموا الرعايه الطبيه هناك بسميهم كده، تمام. بيحتفظوا بالملفات الطبيه دي على الاقل 6 سنين. السلايد دي مش معانا زي ما الدكتوره قالت، على حسب سياسه المكان اللي انت بتشتغل فيه هتمشي زيهم. ريليزنج الميديكال ريكورد، يبقى انا دلوقتي كنت بتكلم على ايه؟ كنت بتكلم على انواع الريكوردات اللي بلاقيها عند الدكتور، قلنا اكتف وان اكتف وكلوزد، وبالتالي عرفت ان انا بحتفظ الملفات لمده قد ايه في عنوان اسمه ريتينشن اند ديستراكشن. بعد كده ريليزنج بقى، يعني امتى بعمل ريليز للملف ده؟ بعمل ريليز الملف ده امتى؟ يعني ان انا اطلعه بره الوحده الطبيه او بره المستشفى. ما ينفعش اطلعه الا باذن من المريض، لا يعني باذن المريض واذن ايه؟ واذن كتابي. ما ينفعش اطلع البتاع ده غير باذن كتابي من المريض ان انا اطلع التقرير الطبي بتاعه.
ومش بس كده انا بديله نسخه منه، لكن النسخه الاصليه بتنيها معايا. طيب يبقى لازم المريض يوقع ان انا هعمل ريليز للميديكال ريكورد بتاعه ده، ان انا هطلعه. تمام. وكمان ان لو المريض بقى رافع عليا دعوه قضائيه وكده، طبعا بطلع الميديكال ريكورد ده عشان ادافع عن نفسي. وحاجه اسمها ريليز اونلي ريكوردز ذات ار سبيسيفايد اون ذا ريكوست. يعني مثلا عندي مجموعه تحاليل او اشعه وحاجات كتيره في قلب التقرير الطبي ده، ما بطلعش غير حاجه هو مثلا بيشتكي عن حاجه معينه او عايز يشوف حاجه معينه، بطلع التقرير اللي له علاقه بالحاجه دي، ما بطلعلوش الملف كامل، بطلع له الورقه اللي تخص الحاجه اللي هو بيسال عليها بس، بطلع له صوره منها، لكن طبعا بتفضل معايا ايه التقرير كامل. دي شويه معلومات كده، ملاحظات بسيطه ان احنا نفهمها وخلاص. اخر عنوان بقى، يبقى انا اول حاجه عرفت ايه هو الميديكال ريكورد اصلا، ايه اهميته، ايه الاونر شيب يعني مين اللي بيعمله. بعد كده انواع الريكوردات، في منها بيبر وفي منها الكترونيك. بعد كده في نوعين، في انواع تانيه للريكورد، حاجه اسمها سورس اورينتد وحاجه اسمها بروبلم اورينتد. بعد كده ايه انواع الانفورميشن اللي بحطها، هيستوري واوبجكتيف وشيف كومبلين. بعد كده لو عامل اصحح المعلومات ديت بعمل ايه. طب وايه انواع التقارير اللي هلاقيها في عياده الدكتور، اللي هو اكتف وان اكتف وكلوزد. وعرفت كام عنوان كده، عنوان اسمه ريليز وعنوان اسمه ريتينشن اند ديستراكشن، دي عناوين الفهم. بعد كده حاجه اسمها فيلينج بروسيجر. يعني ايه فيلينج بروسيجر؟ انا عايزه املى تقرير طبي بقى، ايه انواع الفايلات اللي هملى فيها وازاي برتبها، ايه انواع الفايلات وايه وازاي برتبها. الفايلات اللي انواع الفايلات هي دي انواع الفايلات، بس بناء على ايه بختار نوع الفايل؟ بناء على المساحه الموجوده في العياده بتاعتي او في المستشفى بتاعتي، وبناء على التكلفه، تكلفه المكان وتكلفه الادوات اللي هستخدمها، والحجم بتاع حجم الريكوردات ذات نفسها، وان المكان يكون كونفيدنشنال، يعني يكون في سياسه، يكون مكان يكون امن، يعني امن محدش يقدر يسرق الملف او يشوفه من غير اذني، او ريتريفال سبيدز اللي هو سرعه ان انا سرعه اعاده الحصول عليه، ان انا عايزه ملف بتاع حد معين فاعرف اجيبه بسرعه، فاختار نوع من انواع الفايلات يسهل عليا موضوع ان انا اخد الفايل مره تانية بسرعه. حاجه اسمها وفايل بروتكشن اللي هو مكان برضو يكون امن، الملف يكون فيه امن، امن من اي حاجه بقى مش من السرقه بس. ايه انواع بقى الفايلات؟ حاجه اسمها دراور فايلز اللي هو الفايلات اللي بتتحط في الادراج في الدرج وفي قلبه، فايلات مرصوصه كده اسمه دراور فايلز. حاجه اسمها شيلف فايل اللي هو الفايلات اللي بحطها على الارفف زي ما بنشوفها في المكاتب في اي مسلسل او كده، بنشوف الكلام ده او على الحقيقه حتى. روحوا شؤون الطلبه هتشوفوه. روتاتوري سيركولار فايلز. ايه الروتاتوري سيركولار فايلز دي؟ اللي هي الفايلز اللي تكون محطوطه كده في حاجه ايه روتاتوري، حاجه دواره كده، دي بتكون حلوه جدا وسهله ان انا احصل على الملف اللي انا عايزاه. في حاجه اسمها لاترال فايلز. اللاترال فايلز دي يعني نوع من انواع الفايلات كده عاديه خالص على فكره، شكلها يعني ملف. وفي كومباكتبل فايلز. كومباكتبل فايلز دي بتبقى فايلات على الوورد مثلا او كده. اوتوميتد فايلز دي فايلات برضو بتكون على الكمبيوتر. الكارد فايل دي عباره عن فايلات عاديه ولكنها كارد على شكل كروت كرتون قويه كده، اسمها كارد فايلز، بتكون قويه وخامتها افضل وكده وسهله ان انا احصل عليها ومكان وبتاخد مكان اقل والكلام ده. يبقى ده عرفت انواع الفايلز بتاعتي، دراور فايلز، الفايل اتحط في الادراج واتحط على الارفف والروتاتوري اللي احنا شفنا صورتها، واللاترال والكومباكتبل والاوتوميتد والكارد. الفرق بين الكومباكتبل والاوتوميتد، هما الاثنين حاجات يعني الكترونيه بتاع الوورد، وده يعني بيبقى برنامج معين مخصص ان هو اعمل عليه فايلات وتقارير طبيه او كده، وده على ما استوعب انا، يعني مش متاكده من معلوماتي. الفيلنج سبلايز بقى دي حاجات الدكتوره اصلا يعني لغتها. طيب الفيلنج ميثودز، التقريرات بقى اللي انا عملتها دي، التقريرات اللي انا عملتها دي برتبها ازاي؟ برتبها يعني يا اما ابجديا الاي الاول، فايلات الاسماء الناس اللي بحرف ال الاول، بعد كده الناس بحرف البي سي هكذا، او نوميريك بالارقام، او الفا نوميريك، الفا نوميريك يعني بالارقام والحروف، يعني اس 1 اس 2 لو كذا حتى بحرف الاس مثلا فاس 1 اس 2 اس 3 كده، او سبجكت عن طريق الموضوع او الحاله المرضيه.
في حاجه اسمها كولر كودينج، ان انا اعمل كل قسم بحلقه بلون معين، مثلا قسم القلب، الاطفال، النساء، كل حاجه يكون ليها لون بحيث يكون سهل عليا. ده الكولر كودينج. الموضوع دوت عباره عن ايه، ان يعني عندي حاجه اسمها ترانزيشنالي او تمبرال فايل، الفايل اللي هي الفايلات المؤقته دي بتكون ايه، ملهاش قيمه يعني. المهم السلايد دي مهمه، اي نعم انا عارفه انتم مش هتشوفوها تمام، بس ايه هقول لكم ايه الكلام اللي فيها. دي مقارنه بين احنا كده دلوقتي خدنا ايه، خدنا تعريف الميديكال كورد، الميديكال ريكورد، وخدنا اهميته، وخدنا مين اللي بيعمله اللي هو الاونر، وانواع الريكوردات بيبر والكترونيك. والبيبر والالكترونيك دول موضوع مهم جدا، هما دول الموجودين في السلايد، مقارنه ما بينهم تمام. فهنعيدها في الاخر. وانواع الانفورميشن قلنا هيستوري واوبجكتيف وشيف كومبلين، بعد كده الكوركشن ازاي بصحح الغلط سواء في البيبر او في الالكترونيك، بعد كده ايه تقسيمه، ايه تقسيمه الريكوردز اللي موجوده في الفيزيشن اوفيس، قلنا في منها اكتف وان اكتف وكلوزد، وخدنا حاجه اسمها ريتينشن اند ديستراكشن، حاجه اسمها ريليز، بعد كده ايه الادوات، ايه انواع الفايل اللي باخدها تمام، وايه الميثودز اللي برتب بيها الفايلات اللي هي الفاتي اللي هو بالحروف او بالارقام او الاثنين مع بعض او بالسبجكت. هناخد بقى اهم حاجه اللي هناخد عليها جدول مقارنه في الاخر كده، اللي هو انواع الايه، انواع الريكوردات. قلنا بيبر والكترونيك. من حيث الكونسبت ان البيبر بتعتمد عليه ان انا بكتب في اوراق تمام، ان الداتا بتتكتب في ايه، في اوراق. امال بقى الالكترونيك، لا الالكترونيك بتعتمد على ان الحاجات دي مكتوبه على الكمبيوتر. طيب الكوست، التكلفه، التراديشنال اللي هي الورق، هو في الاول كده تحسوها مش مكلفه، بس على المدى الطويل بتبقى مكلفه، بنكون استعملنا ورق كتير وموظفين كتير والموضوع بيبقى مكلف فعلا. اما الالكترونيك اي نعم في الاول بحتاج اكلف، يعني بحتاج اشتري بقى اجهزه ويندوز ومش عارفه ايه عشان سيستم بقى تمام، عشان اظبطه بحتاج فلوس، بس على المدى البعيد بيوفر معايا جدا ورق وادوات وموظفين، بيوفر معايا جدا وبيوفر معايا في الوقت وكل حاجه. فعلى المدى البعيد الالكترونيك ارخص، على المدى البعيد الالكترونيك ارخص من البيبر، عشان كده دلوقتي بقت الدراسه بالايباد الحمد لله. طيب الاستوريج، ان هو تخزين بقى، قلنا الترديشنال ده التخزين بتاعه طبعا ان انا بحتاج مكان عشان اخزن فيه الملفات دي، مكان كبير زي ما شفنا في الروتاتوري دي كان حجمها كبير جدا. اما طبعا الالكترونيك ما بيحتاجش مكان، الاكسس ان انت تدخل للمعلومات دي تحصل عليها. في البيبر شخص واحد بس اللي بيطلع على المعلومات في نفس ذات الوقت، امال الالكترونيك ممكن كذا مكان وكذا دكتور يطلعوا على نفس التقرير الطبي ويقولوا رايهم فيه في نفس ذات الوقت. السكيورتي، الامان، طبعا التراديشنال ده ما فيهوش امان خالص، لان الملف ممكن يتسرق، ممكن يضيع، ممكن يتلف، امال الالكترونيك لا، السكيورتي فيه والامان اعلى بكتير. شكرا لكم.